في ليلة روحانية مباركة تمتلئ بنفحات عطر القرآن، احتفى القائمون على مركز الإمام الكسائي لتلقي القراءات القرآنية بالمكلة بتخرج العشرات من المجازين وحفظة كتاب الله عز وجل من مختلف الأعمار. نحن اليوم في الحقيقة في احتفاء كبير ومهرجان واسع حول تخريج 100 مجاز ومجازة من خلال مركز الإمام الكسائي لتلقي القراءات القرآنية، كما أيضا احتفينا بتخريج 23 حافظا من هذا المسجد المبارك. الحفل التكريمي لهذه الكوكبة المنيرة من أبناء حضرموت الذين أبحروا في أحكام القرآن ودراسته الدراسة الصحيحة، يمثلون امتدادا لنهج الأجداد الذين حملوا القرآن منهجا وسلوكا وأخلاقا في هجرتهم وتعاملاتهم مع الآخرين بعيدا عن التعصب والتطرف والغلو في الدين. ونقول للذين يعني امتهنوا طريق غير طريق القرآن، ارجعوا إلى القرآن الكريم وافهموا فهم السلف الصالح. ولأن حضرموت وأبنائها سباقون في إيجاد كل ما هو جديد، فقد أزيح في الحفل الستار عن منهج جديد يساعد المبتدئين في القراءة والكتابة إسوة بالقاعدة البغدادية الشهيرة أطلق عليه القاعدة الحضرمية. هي قاعدة تستخدم الأعمدة الصوتية من أجل تركيب الأحرف. ويتزامن هذا الاحتفاء بحفظة كتاب الله مع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.